اهلا وسهلا، عدناكم من جديد مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الكريمات على وقع هذه الأمسية الجميلة وهذه الليلة الحلوة، ليلة السنة الإدارية الجديدة، جعلها الله علينا وعليكم من أسعد الليالي ومن أسعد السنوات. إذن نعود لكم في استوديوهاتنا بإذاعتكم الإذاعة الأولى للصحة بالقيروان، إذاعة الحياة فان. كذلك مستمعينا ومستمعاتنا الكريمات يتابعونا في تونس الكبرى على بلاتين أف أم. حيوهم ونحيو مستمعينا في منوبة، في أي مكان، تونس، في بن عروس، في أريانا، في كل مكان من عنا عندنا ياسر عبيد راهي تبعث لنا في السلام، حتى خارج ارض الوطن، حتى خارج وطننا عن طريق الافام. احكي لنا سي مراد من جيت. عندنا اخونا وليد الغربي سلم عليك زاده من كندا، في كندا اي نعم. عندنا محمد صموت من البرتغال، من البرتغال، جميل، يعطيك الصحه يا محمد يعيشك. عنا عماد العماري، تحيه للعمده في دوله الامارات، دوله الامارات. اخونا طاهر زاده. عنا مصطفى بوراس في الولايات المتحدة الأمريكية، ما شاء الله، تحية لخونا مصطفى، ما شاء الله ما شاء الله، يعطيهم الصحة إن شاء الله. كل عام وأنتم حيين بخير، وإن شاء الله 2024 يا رب إن شاء الله يتعدى علينا وعليكم بكل خير ويمن وبركة إن شاء الله يا رب. إذا موجاتنا اللي توصل إلى تونس العاصمة تخلي معانا مستمعة من نوع آخر، وليست ككل المستمعات، هي إعلامية، فنانة، مربية، مثقفة، نحب نقول كل العبارات التي ربما لا تفي حقها لكنها هي باش تقدم لنا روحها. أهلا وسهلا زميلتي العزيزة ليلى. أهلا وسهلا سفيان، مرحبا بيك ومرحبا بكل الحضور اللي معاك، ومرحبا في البداية بكل مستمعينا اليوم، بكل مستمعي إذاعة الحياة اللي الحقيقة تعيشنا الموجات الإيجابية والمعلومة الحينية، وشكرا على تقديمي شهادة أفتخر بها من زميل الحقيقة متألق وناجح سفيان العميل. عايشك ربي فضلك يا ليلى، هذا من كرم أخلاقك ويعطيك الصحة. حبينا نشاركوك معنا فرحة هذه الليلة السعيدة اللي هي الانتقال من سنة 2023 إلى 2024، وهي السنة الإدارية المميزة التي نتمنى ونطلب من المولى عز وجل أن تكون طالع خير وسنة مباركة علينا وعليكم أجمعين. تبقينا نحب نسمع صوتك أنت أكثر من صوتي أنا، لأنك أيضا ليلة المميزة، ليلة الرشيقة والأنيقة في مداخلاتها. أعطينا تمنياتك بموفور الصحة لمن تريدين، وتحياتك لمن تريدين من الأصدقاء والأخوان والزملاء في العمل. الكلمة ليك ليلى. الحقيقة سفيان فرحانة برشا أني في اليوم مميز كيف هذا، يوم فيه برشا أماني وبرشا تحايا وبرشا تهاني، نكون معاكم اليوم باش نسوق تهانية لكل الناس اللي نحبها والناس اللي تحبني والناس اللي تتابع فيا والناس اللي تحب تسمع صوتي عبر منزح الإذاعات التي أنتمي إليها بوصفي وهدى ونسقت برامج في مختلف الإذاعات. خليني سفيان في البداية نهني كل أهلنا وين ما كانوا يسمعوا فينا بحلول هذه السنة الإدارية الجديدة، اللي سواء داخل أو خارج حدود الوطن، ونعرف عندكم برشا مستمعين من خارج حدود الوطن من جليتنا بالخارج. يعطيك الصحة، هذه مداخلة حلوة وجميلة، وإن شاء الله صوتك وصل إلى، طبعا عنا متابعين كثير في كثير من الدول الذين يتابعون برامجنا وبثنا عبر الانترنت وعبر موقعنا على فيسبوك، نحن نبثه، وإن شاء الله صوتك يكون وصل وتحياتك وصلت. لكن حبيت من ضمن ضيوفي هم كلهم يسلموا عليك وكلهم يتمنوا لك سنة إدارية جديدة، لكن باش نخصك بتحية خاصة من زميلك أيضا اللي هو يقسمنا الهم يعني الولع بالتنشيط وبالتقديم وبالإعلام، هو الإعلامي القدير اللي معايا الأستاذ ناصر العبيدي. أستاذ سفيان، تفضل سي مراد، تفضل سي مراد. أعطي الفرصة لخونا ناصر، خلي يعني نسمعوه، أنا ما سمعتوش في التنشيط. في التنشيط، إذا نوفشي معك ناصر العبيدي اللي هو أيضا ناخذ فكرة معناها منشطين البارزين، منشطين البارزين في الإذاعات التونسية وفي الإذاعات الخاصة. أهلا أخويا ناصر، تفضل سلم على أختك ليلى. مرحبا، مرحبا بك أخت ليلى. مرحبا بيك وإن شاء الله عامك سعيد مبارك يا ربي، ولك كل الود والاحترام والتقدير بوصفك خبير ربان في الميدان. ربي يعزك وربي يفضلك، هذا من لطفك ومن حسن أخلاقك، ربي يبارك لك وربي يفضلك. إن شاء الله كل عام والعالمين كلهم بكل خير وصحة وسعادة. يبقى الغرام معناتها هو اللي
الأكثرية اللي هزني للميدان، أنا نحب الميدان هذا ملي أنا صغير. والحقيقة أن المدرسة الكبيرة الله يرحمه نجيب الخطاب كنت معجب به برشا. عندي ندعي بهم أنا خاطر عندي ما عنديش فترة طويلة أنا في أنيماتور، فمعناتها رأى الميدان مزيان برشا، في مساحة كبيرة نتاع حرية، في مساحة نتاع شيخة نتاع برشا حاجات، خاصة كي تقاسم الود مع المستمعين. طولت بالكاميرا سيد مبشرك بحول الله أني أختنا ليلى ستكون بيننا ضيفة مبجلة مكرمة في القريب إن شاء الله إذا أوفت ب إن شاء الله الحقيقة يشرفني برشا سفيان أني يكون موجودة معك في بلاتو يجمعنا الحقيقة على إذاعة هي إذاعة الحياة واسمها ما نعرفش معناها نحس في كل المعاني الحياة هيك علاش نقول أين منين انتهى زميلي القيدوم ونقول له أي نعم الإعلام هو حياة الإعلام هو تلاقي وتمازج وتوليفة بين الكثير والكثير من الغرام ومن الاجتهاد ومن الطموح ومن الانفتاح على مختلف الإذاعات ففعلا الحياة تجمع كل هذا وهيك علاش انا عبر كلماتي هذه نحب نسوق تحيه كبيره وتهاني كبيره بالنجاح بالتالق لكل مصدح شريف ونزيه لكل الاعلاميين اللي نوروا المشهد الاعلامي سواء لكل كذلك الفنانين المطربين وكل من نور بخدمته بانجازه المشهد الثقافي نحب زاد كيف لو تسمح سفيان نحيي المربي المربي اللي نحب نقوله انا وياك مع بعضنا نقول له انت على الراس تاج ونحب نقول لكل من يسمع فينا قصر المعلم وهذا هي برنامج الحقيقه انا تبعته بتأني وباهتمام شديد وبرنامج سفيان العميري برنامج ممتاز جدا الحقيقه عايش. مررت عبره العديد من العباد العديد من المساجات الكل له علاقه بالشان التربوي سواء كان الولي او التلميذ او المربي مررت له مساجات احنا في حاجه ليها سكتوا مؤخرا قيمة المربي خلينا نقولوها احنا ما نشفي الغدسي وشمس بالغربيل في تراجع في برنامج كما برنامج قفل المعلم الحقيقة ما نشفي نقولك عليه كان برافو عايش وانا اختاره شخصيا كبرنامج الذي الجائزة الاولى في سنة 2023 كيف نحب نقولك انت سفيان كل عام وانت ناجح كل عام وانت متألق كل عام وانت قريب من المستمعين وقريب من قلوب المستمعين وكنت في برنامج زاد المايسترو كنت مايسترو الحقيقة في إذاعة الحياة هذا مش رمي ورود وإنما هو حقيقة وليست مجاملة نسوق كيف فتحيتي الكل التونسيين وين ما كانوا موجودين نقول لهم إن شاء الله 2024 عام الخير عام البركة عام الصحة عام العافية عام الرزق عام النجاح والتألق ينعاد علينا وعليهم يا ربي باليمن والبركة برشا أماني نحملوها سفيان في 2024 نقص الغلاء كذلك توفر المواد الأساسية إصلاح المنظومة التربوية المرافق الصحية العديد من الأماني إن شاء الله كل حد من موقعه يحاول يصلح يحاول يحسن يحاول يبدع يحاول يتألق باش البلاد تمشي لما فيه الخير إن شاء الله يا ربي جريها على سلاح إن شاء الله يا ربي عام 2024 كما نحبه كما نتمنيه وإن شاء الله يا ربي تكون تونس ديما بين عينينا وفي قلوبنا عايشك يا ليلى وربي يفضلك شكرا يعني انت ما شاء الله عليك اعلاميه ومتالقه جدا ويعني كل ما كان تحلينا به الا وتخلي بصمات حلوه وتخلي الانطباع الجميل ونشكرك على هذه المداخله الجميله ومش نهديولك باقه من الاغاني التونسيه والمتنوعه من ابداعات اصدقائنا مراد وحسن وناصر والفا باش يسمعوك مع مرافقه المايسترو الكبير صاحب الانامل الذهبيه قاسم الشواشي هذا الفاصل الغنائي اللي لقى ليلى ربي مرحبتين يلا بسم الله هاي كي جيتينا مرحبتين كي جيتينا ما تشمتش العادي فينا كي جيتينا مرحبتين كي جيتينا ما تشمتش العادي فينا عيني هاي لو زغلة
لو سهلة أيوة عيني لو سهلة أيوة روحي روحي يا لو سهلة ألفين مرة حبا بالعين الشغلة نعرف اللي الله الله مشني حاجة سهلة يفقلتي يا مغنى جال عوينة كي جيتينا كي جيتينا كي جيتينا كي جيتينا مرحبتي كي جيتينا مشال مشال عادي فينا خليتي ناس ناسك ناس خليتي الكل في الكل وجيت براسك هاي هاي والله نادو ماسك الله 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 خليتي ناس خليتي الكل في الكل وجيت براسك هاي هاي والله نادو ماسك خليتي الكل في الكل وجيتينا هاي هاي كي جيتينا كي جيتينا ما شمتش العادي فينا لعب الظبي بعقلي ساعدوني يا سيف الله عندي عمدا وصل به وقال سل سيف الله عندي عمدا وصل به وقال يا لالي جرب يا لالي ساعدوني يا رجال يا لالي جرب يا لالي ساعدوني يا رجال يا لالي جرب يا لالي ساعدوني احلى بول احلى بول. خليني نتدخل توا. انت ما شاء الله شد عندك يعني شد كلمات ملحن مطرب اعلام معناها ما شاء الله هذوما كانوا نعرف مش نخدم فيهم يعني ذيك مركز عليهم لكن انت حبيتك او انت حبيت حوايج تعملهم في حياتك وتمكنت باش تعملهم. قول لا اله الا الله لا اله الا الله لا لا الناس حلو لا انا عندي تدخل مقصود تعقيبا على مقصود لا والله لا لا والله لا هو يتعقب سلم النجاح وانت تحب لا تنجمش اسمع استنى انا تعقيب على حديثك تعقيب على حديثك انت تو تعرف قلت له قلت له ما شاء الله بالحق ما شاء الله طبعا اللي غيظ ما شاء الله ناجح في الغناء وفي اللحن في معنى عنده محاولة في التلحين أكيد محاولة وفي الكتابة اي نعم وتبارك الله زادت حاجة نضافت حاجة جديدة تو اللي هي الإعلان نعم يعني جديد. يعني فنان شامل اللي غيظني أنا في هذا بكل اللي غاضني يعني اعتزل الغناء لا لا وقول العروسات علاش يا مراد مازال يغني شنو غني قال لك اعتزل بالحق هو قال اعتزل اعتزلت الغرام شو سي سفيان الحقيقه محلاها الجلسه وديه اكيد 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 كي قلت قبل قلت لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله من فضل الله من فضل الله وربي ان شاء الله ينعم علينا الكل وان شاء الله ربي يبقى علينا الستر الكل اي حكايه اشتراهت عليها والحمد لله ربي وفقني باش عملت الحمد لله الحمد لله فما كل توفيق من عند الله صحيح الغرام معناتها يقعد ديما غرام الحقيقه سي تندون غرام عند ربي والفنان ما والله يا ناس ديما الفنان ما عندوش عمر
فنان تلقى حتى كبير حتى كبير في العمر برشا كيما سي ناصر لابد من الشيء ولا بد من الشيء كبير في القبر اش نزيد عليك بعدها القناة دي عاد مراد انديدي مراد مراد انا كلمة نحب نقولها في حق السيدة دي سي ناصر قول قول تفضل سي قاسم اللي يعجبني في سي ناصر يعمل في صمت يعمل ويجتهد وقول اعملوا فسير الله ورسوله عملكم المؤمنون فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون بالضبط سي ناصر معناتها انا احترمه برشا ديما يعمل خدمة جيدة رعيت لك فيها شوف الحقيقة والله قاسم يحكي سيريو لا لا بجد شوف سفيان فما حكاية بالحقيقة انا والله ما من الدعيش ما الحقيقه ما يعرف عليا كلمه الحق حق الحقيقه في تواجد الاذاعات عنا على مستوى الجهه ما عادش عندهم المبدعين لهنا أيوة. بالحقيقه حياه اف ام صبر اف ام مدري ما اف ام فهمت دونك ما عادش عندهم المبدعين نتاع الجهه باش ما يبرزوش انتاجهم خاطر انا كي نحكي مع الناس اللي تعرفوا الكل انه كانوا مثلا تنطلق من هنا انكوت بوس من اذاعاتنا لهنا بالضبط فهمت خاطر ايش نقول لك لو الحقيقه باش شنو تطلب الاذاعات المحليه لا والله انا بالحقيقه مش كنتي لا الحمد لله الناس كل لكل مبدع حتى في الوطنيه استاذ لا بالحق لكل مبدع استاذ ناصر والله مشني معناها ما خليوش محور حديثنا الناس لا بصفه عامه الحين احسنت بالطلب بالانتاج وكل الاولاد كل اولاد انتاج نخدموا معاك باش ناخذوا الفه توا باش تعطينا حاجه حلوه وجميله المستمعين يحبوا على بالك مش نعطي حقه زيد السيد لازم نعطيه انا حقه زيد والله العظيم اقسم بالله المحاولات اللي عند الناصر اللي ملحنهم هو محاولات جدية والله العظيم ما أنا مش نا مش كلام ولا دادو خبرة ما شاء الله مش نصيص كذا نورمال مو من المفروض راه معناها راه في أكثر إشاعة في أكثر راهم بصراحة راهم راه مسموعين لا سمحنا ما يخذوهمش مطربين اللي يوم يدعي والله إيش أقول لك سفيان قبل ما باش ما تهربش عليه فكرة بلاد جاوبوني بصدق نحن قال آخر علي ترس عام وعاد كنا فرحانين يحبوا على ألفة رمتو اي اكيد قايق انا استسمح اختي ألفة ذيك بنتنا بربي كنت تفرجوا على التلفز تعجبكم انتو التلفز في تونس كلمة بصراحة يعجبوكم المنوعات يعجبوكم بالحقيقة لا ما راهي مرب سؤال سؤال تدر جواب اي ما تنجموا تجاوبوا انتو ما انتو منوعات تحشم شو اللي فيها جديد نفس الاشخاص نفس المعد ما انتو ولات علاقات يعتمدوا على البوز لوبينج اذاعات وتلفز نقول لك انا فما اشكال قاعد صاير توا معظم الاذاعات ما عدا من رحم ربك كما يقولوها لو نحن في الحياه اف ام لهنا غنيناش انا معظم الاغاني اللي غنيناها بكل اغاني تونسيه هذه عندنا اشكال كبير ياسر في معظم الاذاعات الخاصه فهمتني ولا وفي التلفز نسبه البث نتاعهم الاغاني بكلها اغاني شرقيه غربيه شو نتاع الصباح دف 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 احنا بالحق عندنا البخت وعندنا اللي اذاعه الحياه اف ام اللي قاعده تبث في الاغاني اللي هي الاغاني التونسيه طبعا فما نسبه معينه لازمها تبث اسمع بالتونسي ونسمع الحواج التونسيه كنسبه من كيفاش باش نشوفوا اغانينا او مراد بركله تنقل ومشى تو في لبنان تتصور عدي لك شي مره في الفيل لطفي بوشنيق انا في مره انا في لبنان فما مره جيت باش نغني وقتها مستدعي عيانه في قناه ال بي سي في بيروت وقتها طلبوا مني معناها باش نغني في زوز اغاني قالوا لي ماذا بينا ما تغنيش اغاني شرقيه معناها غنينا اغاني تونسيه تذكرش شنو غنيت وقتها غنيت وقتها لعلي الرياحي وقتها غنيت ما حبيتش وغنيت حبي يتبدل يتجدد جميل حلو بحولاته ما عاودش رجعت مره اخرى لا مشيت بعد مشيت للقاهره بعد مشيت للقاهره هذاك علي انا دخلت ياسر بودي انا ان شاء الله مستمعينا لا ان شاء الله الحج مستمعينا الكرام لا باش نعطيهم توا اغنيه لايف مباشره من عند كما قلت لكم من بكري ومحبه لألفة ألفة عندها متابعين ومستمعين ويحبوا يسمعوها في هالليله سعيده الحلوه اش باش تسمعهم ألفة الليله ساعة ما بشوفك جنبي لا. يلا اي بدل شوية يلا حلو ساعة
بشوفك جنبي ما قدرش قادر واخبي ابكي من فرحة قلبي وانسى العذاب. ساعة ما بشوفك جنبي ما قدرش قادر واخبي ابكي من فرحة قلبي وانسى العذاب. ساعة ما بشوفك جنبي ما قدرش قادر واخبي ابكي من فرحة قلبي وانسى العذاب. يا نور عيوني زادت شجوني كتر الغياب. يا نور عيوني زادت شجوني دب الجفوني كتر الغياب كتر الغياب. مطرح ما اروح يقابلني طيفك ده تملي شاغلني 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 مطرح ما اروح يقابلني اجي اضم ويخايلني اتري اوهام صعبا عليا كتر القاسية صعبا عليا كتر القاسية ارحم شوية وبلاش خصام صعبا عليا كتر القاسية ارحم شوية وبلاش خصام وبلاش خصام. ساعة ما بشوفك جنبي ما قدرش قادر واخبي ابكي من فرحة قلبي وانسى العذاب. ساعة ما بشوفك جنبي ما قدرش قادر واخبي ابكي من فرحة قلبي وانسى العذاب.
برافو صحة صحة يونفع يعطيك الصحة بصراحة حاجة جميلة وصوت حلو وصوت رقيق وحلو وجميل برشا جيت برشا ما شاء الله تعليق ومعجبين بأدائك الحلو والكثير من التمنيات بدوام الصحة وموفور العافية لكل مستمعينا ومشاهدينا الكرام وبالطبع نحن من منطلق ومن باب التنويع ويعني إدخال البهجة حتى على مستمعينا حبينا ناخذ بعض المعايدات عند ناس ربما ما استمعوش إلى البرنامج وإلا ما مش متابعين فمشي لهم الميكرو مشيت لهم الكاميرا تحولت لهم الكاميرا إلى أماكنهم بصفة عفوية أخذينا بعض الأراء واخذينا بعض التمنيات بالسنة الإدارية الجديدة نحبوا تشاركوكم معنا هذا الفيديو الفيتير اللي فيه بعض من أراء المستمعين والمشاهدين ثم نعود لكم بعد قليل. صباح الخير. نهار سعيد مبارك. 2023 كان جاي ماكلة بالنسبة لك انت شنو كان يكون؟ والله كان جاي ماكلة يكون كفتاجي خاطر انا ما نحبوش ما نحبش ناكله فهمني هذاك عليه معناها الحمد لله كي مش يخرج او فيها ايامات. وكان جاي كره؟ كان جاي كهرباء كل كهرباء ما عادش تخدم كتكات فشي. انا شنقصني يعني؟ 2024 شنو تتبدل؟ ان شاء الله يطلع مرسيدس فانتوم ان شاء الله علاش لا واي نوت يطلع بيتزا فهمني فرويد مير وكذا علاش لا واي نوت سبيريامو كما يقول الطليان. يا مارتشيل 2023 لو كان جاي ماكلة شنو نجم يكون؟ والله لا توريها اللي تقول فيهم فهمت منه شيء 2023 لو كان جاي ماكلة شنو نجم يكون؟ شنو هي الماكلة اللي نجم يكون 2023؟ إن شاء الله مبروك علينا عسلام 2023 كان جاي ماكلة بالنسبة لك أنت إيش كان يكون؟ إيش كان يكون؟ ملوخية بالحوت ست البو ست في البو قلت له يا أحمد قلت له ست علي ولدك شكرا لك ولد لو كان جا كهرباء اش كان يكون؟ كهرباء بيجو 206 دوبو 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 هكا حد 2024 ايش تحب تقول؟ والله ان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله بورش كسكسي مش مفوح كومي الفو وناخذ شويه الحب والله ان شاء الله يكون عام نصر الغزه ان شاء الله يكون عام الفرج ان شاء الله يكون فيه يجلب معه برشا سعاده وفرحه للجميع محمد الدين ولدي 2023 كان جاي ماكلة شنو ينجم يكون بالنسبه ليك راغو علاش راغو خاطرو عذاب للعبيد كل معنا حاجة انت حبس كترير عليك كترير يمشي واحدة واحدة ميخو راحته وعفس عن الناس معنا 2024 تحب تقول عايش ولدي عايش ولدي شبيك برحمة بوك لا توصي خو لا تكون كيف خوك برا مريقل كسكسي بالحوت علي بالحوت بالنسبة لي انا الحمد لله اما بالنسبة للبلاد فرفوشة سي تري ديليسيوز برغم هي بنينة الفرفوشة بون اما فرفش شوية كجا كرهبة كيا قولوا مرحبا بك وان شاء الله بالهدى والرضا وان شاء الله تونس بخير 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 خاطر بالحق تعبنا 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 ان شاء الله يكون هو فتحت خير رقم أربعة ان شاء الله يكون مربوحة يا خوتي راني جيعا ماكلة نقولوا حاجة مثلا تشيشة السلام عليكم ناسي وحبيبي جملة وبالحملة يولي عادة تولي حشيك بسكلات خير مثلا ماشك مثلا مش تخلصك لاسيرونس مش تمشي بالمزود 2023 كنا استبشرنا خير وكذا القدمة الأولى كانت بنينة فهمتني بعد الدخلين يولد خلبيز وما تعرفش اش محطوط فيه الفين واربع وعشرين رفقا بالناس فهمت؟ وللناس يا ناس رفقا بالناس وكهو معناه مشيت معاك مريكل خير عسلامة 2023 كان جاي ماكلة بالنسبة لك انت شي نجم يكون باهي كل شي باهي شي الماكلة الباهية اللي كانت نعم الكسكسي كان جاي 2023 ماكلة يكون كسكسي نايس كان جاي كرهبة شي يكون شنو كان جاي كرهبة كرهبة الكسكسي الكسكسي باش ناكلو كاع الفطيرة عليه فطيرة خاطر ايام متعدى ربي يستر منه وكهو كهرباء كاتريل قولوا مرحبا بيك وان شاء الله ان شاء الله زينه وكهو كفتيجي عليك كفتيجي حار برشا ولو كان جاي كهرباء باش كان يكون
كات كات. علاش كات كات؟ خاطر يخذ برشا، في برشا زلازل وبرشا. اوه يا عم استغفر الله العظيم. 2024 ايش تحب تقول؟ ان شاء الله يكون عام باهي وان شاء الله نروم منه كل خير وكا. اوكي. ماكله بقليه. عاكك حلا معاك. كان جاي كهرباء باش يكون؟ فراري. فريري بقطاطا. بقطاطا. 2024 ايش تحب تقول؟ ان شاء الله عام مزيان وحاجه باهيه وحاجه بزيد تيب ليا. والى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليله. سنه سعيده، سنه عربيه. لا 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 لا. إذن كما كنتم تستمعوا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكريمات إلى رأي الشارع القيرواني وإلى تهاني الكثير من أبناء القيروان ورأيهم في هذه الاحتفالية برأس السنة الإدارية الجديدة. وطبعا هذا آراء مختلفة ونرحب بها الكل، ونمر الآن إلى الاستماع والاحتفاء كالعادة بقامات قيروانية متألقة على الكثير من الأصعدة، كما كنا استضفنا في هذه الحلقة الإعلانية الكبيرة كوثر العلاقي بمباجي، واستضفنا ضيوفنا من الفنانين والملحنين. أيضا نحب نستضيف اليوم عبر الهاتف ونستمع صوت قام من قامات الرياضة والتدريب والخبرة في الوطن العربي، لا أقول في تونس بل هو في الوطن العربي ولما لا في العالم، في عالم كرة اليد أكيد عرفته، المدرب الوطني القدير خويا سيد العياري. أهلا وسهلا سي سيد. مرحبا أخويا، وإن شاء الله أخويا سنة طيبة. كالله فيك سيد، مرحبا بيك على موجات حياة فهم. عايشك بارك الله فيك. إذا نحب نسمع تمنياتك بالسنة الإدارية الجديدة، في وشو أمالك في هذه السنة، ونرحب بيك سي سيد مرحبا بيك. بارك الله فيك أخويا، وإن شاء الله سنة طيبة، وإن شاء الله تغلبوا على كل الصعوبات هذه السنة هذه، وإن شاء الله تونس بخير، وإن شاء الله هالصعوبات اللي لقيناها السنة إن شاء الله معناها نتخلصوا منها. أكيد سي سيد، وبالطبع ما نجمش نفلت هذه الفرصة باش نسألك على الخبرة اللي أعطيت منها الكثير وأفدت منها الكثير بلادنا تونس العزيزة في ميدانك ميدان الرياضي. هل ننتظر من سي سيد العياري أنه يتكرم على القيروان وعلى تونس بمزيد من العطاء في ميدان؟ والله ميدان رياضة هو ميدان الواحد ما نجمش يتغلب عليه أو يتنساه. وفما المراحل الواحد يمر بها من لاعب إلى مدرب إلى ممكن إدارة فنية إلى خبير. هذه هو المرحلة اللي أنا فيها توا، هو نحب نكون ضمن الإدارة الفنية ونحب نعطي دروس، وهذه معناها مرحلة يمر بها كل إنسان اللي نقول معناها تعدى معناها عمل مغامرات كبيرة. نعم، وأنتم أهل لذلك سيدي العزيز سي سيد العياري، أنت أهل لكل تكريم ولكل عرفان بالجميل، ومن لا يعرف السيد العياري لا يعرف أي شيء عن أبجديات كرة اليد في تونس والرياضة في تونس. سعداء كثيرا بهذه المداخلة ونشكروك سي سيد وبارك الله فيك، ونحب نهديولك الكثير من الأغاني التي يؤمنها لنا في الاستوديو باقة من فنانين من القيروان على رأسهم الفنان صديقك سي ناصر العبيدي وسي حسن سعدة وخويا مراد بشير واختي أيضا ألفة وكذلك قاسم شواشي. إذن باش نسمعوك مقتطفات حلوة هدية خاصة لك انت سي سيد، ثم نعود بعد قليل مع مواصلة هذه السهرة الخاصة جدا بليلة السنة الإدارية الجديدة.